دعملها طيب الآن فقرة قصص من المونديال راح يقرأ لنا إياها محمد مصطفى. حياك الله محمد. حياك أستاذ. أهلا وسهلا. تحية لك ولضيفك الكرام. حياك الله. تفضل محمد. الله مجاسد. كان من علي صوتك. كان من المفترض أن يسمى كأس العالم بكأس النصر، لكن اسموه كأس جون ريمي، الرجل الفرنسي صاحب فكرة بطولة كأس العالم، فأصبح الكأس باسمه لسنوات عديدة. الكأس كان على شكل فتاة إله النصر عند الإغريق نايكي، مصنوع من الذهب الخالص، ويحتوي على قاعدة من الرخام الأبيض، ورأسه على شكل قدم من الذهب. وفي سنة 1958 تم استبدال القاعدة باللازورد الأزرق، وهو من الأحجار الكريمة، وزنه 3.8 كيلو، وطوله 35 سنتيمتر. ثم عام 1946 تغير لمسماه الحالي كأس العالم. أما الشكل الجديد لكأس العالم فدخل الخدمة عام 1974 في ألمانيا. عاشت إيدك حمود، أجدت وأبدعت. اللي حكى المعلومات عن شكل كأس العالم عندكم إنه كان شكله هيك إله النصر، تعرض للسرقة الكأس. صحيح، تعرض للسرقة، وبعد ذلك وجد بعد عدة سنوات عن طريق الصدفة جدو، أعتقد في خزانة في إحدى السيارات. بيا سنة سرقة. أنا حي سال علي والقناة هذه المبادرة الرائعة في إعداد هذا الفتاة الرائعة، ومعلومة معلومة حلوة على كأس العالم، وهذا تعطي جرعة أدبية وإعلامية. إن شاء الله يكون ياسر. أستاذ زيد إذا عندك معلومة لا صدق.